شهد عدد من مناطق مملكة البحرين الليلة الماضية تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين مع مبادرة التصفيق دعما للكوادر الطبية العاملة على الخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وانطلقت المبادرة التي دعت إليها اللجنة الأولمبية البحرينية عند الساعة 8 من مساء الليلة الماضية، حيث تردد صدى التصفيق والهتافات التي أطلقها المواطنون والمقيمون الذين شاركوا في المبادرة من أمام المنازل وشرفات ونوافذ المباني تحية ودعما للكوادر الطبية. وتأتي المبادرة تعزيزا لشعار كلنا فريق البحرين ومعا ضد الكورونا، وفي إطار دعم الكوادر الطبية التي تسهر على سلامة وصحة الجميع بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.